كل شيء أعد للتزوير، يعني هيئة وقع حل الهيئة المستقلة للانتخابات وتعويضها بهيئة موالية للرئيس، كذلك وقع تعويض عديد المسؤولين في الإدارة من ولايات ومعتمدين، كذلك ضرب القضاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين وقع حلها منذ مدة. ثمة أجواء كما نراها اليوم، يعني بما فيها يعني حول التهديدات الأمنية والمخاطر الأمنية، هي أجواء أيضا للترهيب وللتخويف. يضاف إلى ذلك عدم تحديد عتبة، أي كما قلت نسبة مشاركة. ما مثال بسيط، في فرنسا نسبة المشاركة ينبغي أن لا تقل على 50% من الناخبين. لا شك أنك تتذكرين الاستفتاء الذي تم في جنوب السودان منذ سنوات، وحسب ما أتذكر كانت نسبة المشاركة المطلوبة 60%. في تونس لا وجود لعتبة، وأعتقد أن قيس سعيد استفاد من فشل تجربة الاستشارة الوطنية، حيث لم يشارك فيها أكثر من 4 أو 5% من التونسيات والتونسيين. استفاد من تلك التجربة، لذلك رفض أن يضع عتبة حتى يشرع هذا الاستفتاء المهزلة وهذا الاستفتاء المبايعة، حتى يشرعه حتى ب100,000 أو ب200,000 مشارك من بين أكثر من 9 ملايين ممن هم في سن الانتخاب في تونس.